بسم معاك. الله. يعني ده ادي الازاز، وادي هنا السيليكون اهو، البتاع الفريم اللي هو الفريم الاسود ده لازمته ان لما السيليكون يتعمل تحت ده ما يبانش من ما بره. لا داخلي، ده داخلي عشان ده ازاز امامي. طيب السفنجه بقى لازمته ايه؟ السفنجه دي يعجز السيليكون دوت، يخليه داخل ايه، يعزل السيليكون ده ان هو يخش جوه كده، يهرب جوه كده. ايوه. طيب واللي بره ايه اللي يحكم اللي بره؟ ما فيش جوان بقى هناك، ده بيركب له جوان. نيجي بقى في الازاز الخلفي هنا بقى كده. ده ازاز خلفي، ده الجوال السفنجة. تلاقي السفنجة هنا خارجي وده داخلي. السفنجة هنا دي جاية من بره. ايوه، عشان لما يجي يعمل السيليكون كده ما تهربش بعد ما يركب، تلاقي في سيليكون ازاز زيادة. ايوه الله ينور عليك. تمام. وهنا عشان كده كده معمولة من جوه بس. أيوة. لان السيليكون من هنا في جوان بيركب. تمام كده. طب ليه مش عاملينها السفنجة دي من هنا ومن ناحيتين؟ يعني في جوان بيركب في الازاز هنا كده. طب هنا عملوها من جوه، ليه ما عملوهاش من بره؟ من هنا برضه كده عشان اعمل لك عرض على ايده السوداء هنا كده، معرضها مسافه. أيوة. كبيره السيليكون مش بس ما كانش هيخسر حاجه لو حط سفنجة داخليه بره، ملهاش لازمه. يعني انت عندك لان كده كده عمر السيليكون ما هيبقى بالكميه اللي تخليه يعدي الحته السوداء دي. تمام. والحته السوداء منها شكل حلو. تمام. ومنها تعزل لون السيليكون من تحت. لو ده شلنا سفنجة دي هتلاقيها بوز من الجنب هنا كده، وتلاقي الدنيا كده مش ايه، شكلها مش لطيفه. طب اشمعنى هيتعمل السفنجة؟ ما كانت ممكن تعمل حاجه تاني. ما هو السفنجة تعمل حاجه تاني زي مثلا، لا السفنجة دوت عشان خاطر انا دلوقتي سهل ان هو يتلف، سهل ان هو لا السفنجة دوت ان هو بيجي بيضغط معايا، يضغط معايا مطاط معايا كده، يخلي السيليكون مطبع على الازاء، على الصاج نفسه، ما يحسش ان ايه، يعني يعمل عمليه تريح برضه. تريح برضه الله ينور عليك. ما يخليش الازاز نفسه كمان برضه ينزل على الصاج مع مطبطه الكلام ده كله، تلاقيه يضرب معاك يتكسر معاك. يعمل تقول ده عمل سرطان، هو ما عملش سرطان ولا حاجه، السيليكون لازق الازاز نقف دافل بالازاز فاض الصاج هنا زي ده كده اهو، ده كده اللي هنا اللي هو ايه الازاز اهو. أيوه. السيليكون اهو كاوتش عازله بقى. وده هنا كده ادي السيليكون، ده مش جوان برضه. هو الخلفي من غير جوان، اللي هو من غير جوان. غير خلفي من غير جوان. ده الامامي اللي هو بجوان. ده اي عربيه خلفي من غير جوان؟ لا مش شرط. مش شرط لا. يعني بتاعت الكورولا 2008 هتلاقي فيها الايه؟ فيها جوان. ال 2014 ما فيهاش جوان. ونفس العربيه. وادي تويوتا مثلا، وقدامه خلفي مثلا. هي الدنيا مش العربيه دي مثلا دي 17 ما فيهاش جوان. خلفي. الامامي العربيه اللي 16 لا فيها جوان خلف وامامي عادي، اللي هي القديم الشكل القديم. الشكل القديم مش ما بيختلفش على حسب المصنع بقى. الله يبارك، جزاك الله كل خير.